مرحبا بكم الناس الكل. الحقيقة الكاملة حول عودة بن علي إلى تونس من بوابة حزب سياسي، حكاية بكل صراحة ماخذة صدى كبير برشا في تونس. شنو هي حقيقة بن علي أنه باش يترأس حزب سياسي؟ نشوفوا مع بعضنا الحكاية هذه الآن. أعلن شكري لبلتي رئيس الحزب الاشتراكي الدستوري للشارع المغاربي أنه الحزب بصدد استكمال الإجراءات لإعلان زين العابدين بن علي رئيس للحزب في المنفى ولو من طرف واحد. وقد خلف هذا التصريح مساء أمس عديد من ردود الفعل، خاصة وأن الرئيس الأسبق ملاحق قضائيا. ولمزيد للتأكد من صحة الخطوات، اطلست التصريح أونلاين بالسيد شكر البلتي بأحد المحامين كذلك لملفات بن علي، واللي ارفض التعليق والخوض في الموضوع. من ناحيته أكد أقارب الرئيس السابق في تصريح صريح أونلاين انه بن علي يعني الحكايه هذه ما زالت يعني كوصلت بن علي، وما زال ما فما حتى شيء جديد يعني. لكن السيد هذا السيد شكري لبلتي مصر بصفه كبيره برشا انه بن علي يترأس الحزب هذا.